مرحبا بكم في قناة سور عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم في قناة سور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد مميز جدا، شقة بالتقسيط المريح حتى 24 شهر، مساحة 100 متر، مسجلة في جمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة، وكاملة العدادات كهرباء ومية. وزي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير كهرباء ومية بتاريخ اليوم. عندي دي واجهة العمارة، واجهة جميلة جدا ما شاء الله. قريبة من نادي ميرا والشارع دار الدفاع الجوي والخدمات العامة داخل القرية. الشقة تصلح لسكن الدائم طول العام ما شاء الله تبارك الله. دي بوابة للعمارة، بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي هنا ده المدخل، أسانسير وحارس خاص للعقار. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله. نبدأ العرض. ده باب حديد على الشقة، وعندي هنا ده الأسانسير. هنا دي شقة الجار، دي شقة الجار التاني. الدور على 3 شقق، ودي الشقة اللي هي فيها العرض ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شغل ممتاز، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. دي صالة توزيع الغرف، وعندي هنا قصادنا موجود المطبخ أمريكاني. وعندي ريسبشن ما شاء الله كبير وجميل جدا، متشطب كويس جدا، تشطيب جبسون بورد. وعندي هنا أول غرفة نوم كبيرة ما شاء الله، تشطيب هادي وراقي. وعندي ده الحمام، ومعايا الغرفة التانية. الغرفة التانية دي نفس مساحة الغرفة الأولى، متشطبة كويس جدا، تشطيب هادي. دي صالة التوزيع للغرف، تشطيب كويس جدا ممتاز للريسبشن. عند ريسبشن كبير وبلاطة جميلة جدا ما شاء الله. ونطلع هنا للبلكونة، عندي بلكونة جميلة جدا برضو، متشطبة كويس جدا، تشطيب جبسن بورد. الشقة بتشوف البحر بكل وضوح، رؤية الشارع عفوا.
ونتكلم مع بعض على تفاصيل الوحدة بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة في الطابق الخامس وليس الأخير. العمارة عبارة عن 6 طوابق. العرض بتاعنا في الطابق الخامس، موجود حارس خاص وأسانسير، مسجلة في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكاملة الإعدادات كهرباء ومية، وبنستلم زي ما احنا عارفين آخر فواتير كهرباء ومية بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 100 متر. السعر 280,000 جنيه بالتقسيط المريح حتى 24 شهر. بندفع مقدم النص تعاقد واستلام فوري، والباقي على 24 شهر، والدفع عندنا بيكون ربع سنوي كل 3 شهور. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم أحمد بهجت، صاحب قناة صور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك وتشتركوا معنا كمان في القناة عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. العرض ما شاء الله مميز جدا، ربنا يا رب يكرم ويبارك في صاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة صور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.